الخصوصية الجهوية والمحلية والوحدة الوطنية من خلال حالة أسر كبير. هذه الإشكالية يمكن أن تندرج وتنضوي ضمنها حتى مدن المدن الأخرى، مدن الشمال الغربي الأخرى، العرائش وأصيلة بشكل خاص، والتي لا زالت تنتظر من يخوض غمار التاريخ لحركتهما الوطنية. هذه الإشكالية تحاول الوقوف على جدلية المحلي والوطني من خلال نموذج محدد في الزمان والمجال، مما يؤسس ويفتح الباب لدراسة مونوغرافية، أي للجنس الذي تندرج فيه هذه الأطروحة، وقد أشار إلى ذلك قبل قليل الأستاذ الزبيري، وهو جنس الكتابة المونوغرافية التي تقال مجالا محددا في فترة زمنية محددة، هي فترة الحماية الإسبانية. وتفرعت عن هذه الإشكالية المركزية ونوعية هذه المشاركة، ثم هناك أهمية موقع المدينة أيضا في مدينة القصر الكبير بالنسبة للفاعلين الاستعماريين والوطنيين، إلى درجة أن موقع المدينة أصبح مجالا للتنافس والتجادل بين القوى الاستعمارية الفرنسية والإسبانية وبين الوطنيين الذين راهنوا على هذا الموقع في توجيه رسائل لفرنسا في خلال الثلاثينات وإلى حدود يعني بداية الخمسينات. سوف أحاول أن أقدم منهجية الدراسة يعني باختصار، يعني أعرف أن الأستاذ سعيد قنجاع يتحلى بصرامة الأنجريين، أليس كذلك؟ وهم الذين رابطوا على أبواب سبتة طيلة قرون. يعني انطلقت من قناعات واختيارات منهجية ترى عدم جدوى الوقوف عند المقاربات الوصفية، وتعتقد بضرورة تجاوز حدود الوصف إلى تخوم التحليل وآفاقها الرحبة. وتمشيا مع طبيعة الموضوع ونوعية المادة المصدرية، تم اعتماد منهجية تمزج بين الوصف والتحليل عبر قصر كبير من البادية التي تحركت للدفاع عن المدينة. نلاحظ أن البادية هي الارتباط، أن المدينة لم تدافع عن نفسها، وأن البادية هي التي بادرت إلى الدفاع عن المدينة، لكن العكس يحصل في مراحل لاحقة. وعلى رأس هذه القبائل الخلوط وطلاك وأهل سريف وابن زكال وابن السف، ويحضر في هذا السياق مثال معركة العنصرة يوم 7 يوليو 1913، هو الذي اقتصرت عليه نظرا لارتباطه بالمدينة، وإلا فموضوع المقاومة المسلحة يتطلب بحثا خاصا ومنفصلا للرد على ما جاء عند المؤرخ محمد داود. يعني وأبرزت الدراسة معالي التحول من المقاومة المسلحة إلى العمل السياسي، ومواكبة الفعالية الوطنية في القصر الكبير لانبثاق العمل الوطني السياسي على مستوى المنطقة الخليفية. هذه إشكالية مطروحة ولا زالت مطروحة، لم تجد يعني الحل النهائي وتبقى مطروحة، هي مسألة انتقال من العسكري إلى السياسي. هل الحركة الوطنية السياسية هي امتداد للعمل المسلح كما حاولت الكتابة الوطنية، كتابة الفاعلين، تقديم الأمر كذلك، أم أن هناك قطيعة انتهت بانتهاء المقاومة المسلحة في شمال المغرب في يوليو 1927 بشكل رسمي؟ أبرزت الدراسة هذه المعالم وحاولت تقديم حالة القصر الكبير، ملاحظة مواكبة الفعالية الوطنية في القصر الكبير بانبثاق العمل الوطني السياسي على مستوى المنطقة الخليفية عبر الحضور في جميع المحطات التنظيمية، ابتداء من الهيئة الوطنية الأولى سنة 1930 التي أعطت وأشرت على الانطلاقة الرسمية للعمل الوطني السياسي بالمنطقة. وتؤشر هذه الاستمرارية على عدم وجود قطيعة في هذا المجال خلال تلك الفترة، أي خلال فترة الثلاثينات، مما فتح الباب للمساهمة في المدينة في المبادرات الوطنية بتنسيق مع القيادة في تطوان ومع باقي الفروع بباقي مدن المنطقة. ومن أبرز المبادرات المتخذة في هذا المجال مشاركة التنظيمات الوطنية في القصر الكبير في حركة مناهضة الظاهر البربري، وهي مساهمة أساسية وما يمكن اعتبارها مساهمة مركزية أدت إلى إكبار الظاهر. هي ليست مساهمة تكميلية كما يمكن أن تقدم، ولكنها مساهمة مركزية، بالرغم من أن الظاهر كان يعني المنطقة السلطانية.
بحيث تحول يوم 16 ماي إلى مناسبة العمل الوطني بشكل عام وللاحتجاج بشكل خاص وللتأطير الوطني، بمعنى أن هذه المناسبة مناسبة الاحتجاج على الظهر أصبحت مناسبة للتأطير وللاستقطاب طيلة فترة الثلاثينات وإلى بداية الأربعينات. وقد انخرط القصريون في المبادرة الوطنية الرامية التي تقوم بإصلاحات في المنطقة والتي استغلت قيام الجمهورية في إسبانيا لتقديم وثيقة مطالب الأمة، وكانت أبرز نتيجة لها للتعجيل لتجاوب الجمهورية الإسبانية مع مطلب الانتخابات البلدية التي تميزت بمشاركة القصريين ابتداء من الترتيبات الأولية ثم أثناء العملية الانتخابية، وتوجت باكتساح اللوائح الوطنية للقوائم المستقلة.